مرحبا ابو احمد، مرحبتين اخي. حياك الله حقيقة من بغداد، نعتذر. اتعاطف مع هؤلاء الفقراء اللي يترزقون باب رزقهم من البسطيات لكن بالمقابل هناك قانون وهناك نظام، فينبغي ان نساعد امانة بغداد في تنظيم الشوارع وتنظيم عمل البسطيات. ليس هناك فوضى وشوارع تجاوز الرصيف وتجاوز الشارع، هناك نظام في أمانة بغداد، وأكيد هؤلاء تم إنذارهم أكثر من مرة. ينبغي أن نساعد جميعا في إحلال القانون بالتأكيد والنظام في بالتأكيد أبو العاصمة أحمد، بغداد. إحنا مع القانون، لكن القانون لقى بدائل لأصحاب البسطيات. يعني إحنا خلينا ننظر إلها من الجانب الإنساني، يعني إحنا مو بلد مثلا هسه حاليا مرفهين والأمن مالتنا 100% والعملية السياسية ماشية بشكل صحيح وماكو فساد، زين ليش ما ياخذون التجاوزات مال المسؤولين مثلا إذا أريد نطبق القانون؟ أبو أحمد بالنسبة انقطع. للمسؤولين هذا موضوع آخر، بس يا أخي لا مو موضوع آخر، يعني خلينا نكون لا لا أبو أحمد، المسؤول مو موضوع آخر، المسؤول حال المواطن، بالنهاية المسؤول هو مسؤول مواطن. أخي ما عنده بسطية، أكيد عنده بيوت متجاوز عليها، بيوت دولة. بس احنا خلينا ننظر إلى عاصمة، يعني نظام أنت تفوت بالشارع مسيطرين عليه، متجاوزين عليه البسطيات ومتجاوزين عليه أصحاب الأكشاك والشارع والناس، اكو نظام تخطيط حضري بالمدينه. طيب. هذا شارع، هذا رصيف، هذا محال، حل المشكله مالتهم موضوع لا ينبغي على حساب تطبيق القانون. المفروض احتوا حتى كقنوات اعلاميه ان تشدون على ايدي امانه بغداد في ايجاد البدائل لهم ابو احمد، في تطبيق النظام ابو احمد وعدم يعني كون انا وياك العاصمه بهذا فوضى الكلام، بهذا الوضعيه اللي انا وياك بهذا اليوم. الكلام لو كنا دوله حاليا مرتاحه، دولة عندها كل شيء ماشي صح. أما الدولة تمشي بالمقلوب وأجي أنا ما ألقى إلا أبو البسطية حتى أفلش بسطيته وما ألقى له بديل، لا يعني 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 كل زمن إلى أحكامه. يعني لما تجي تزيل البسطيات بهالطريقة، زين زين هو لو عنده فلوس يجي يفتح بسطية؟ يعني مثلا هو هيش فايخ وعنده مليارات ويقول أنا مزاجي أجي أفتح بسطية بالشارع؟ هذا مشكلة بلد مو مسؤول عنها أمانة بالضبط. بغداد. يعني أنا إذا أسمح للمواطن يتجاوز على أنبوب الماء ويتجاوز على الكهرباء ويتجاوز على الرصيف والشارع، يعني صارت فوضى، ما صارت يعني عاصمة ونظام. هذا الموضوع ما يتحمل، مشكلة اقتصادية يمر بها بلد لأنه خارج من حروب وإرهاب والهذا. احنا بالتأكيد أبو أحمد، المفروض كل نساعد على تطبيق القانون شكرا. والنظام أكيد في أكيد العاصمة بغداد. أكيد الكل يبحث عن تطبيق القانون، لكن ليس على حساب الناس البسيطة اللي ما عندها تاكل. وأنا متأكد أنه أهل البسطيات نفسهم ما راح يتجاوز على المي ولا على الكهرباء، لأنه دا يدور على لقمة حلال وجاي فاتح بسطية وقاعد بهالضيم على مود يطلع له كم ألف باليوم، كم ألف حلال باليوم يوكلها لأولاده. مستحيل يتجاوز على الكهرباء والمي. لذلك أهل البسطيات ربما هم يعني أكثر شريحة مظلومة داخل المجتمع. لو إلهم مكان بديل ومهيئة لهم الأمانة مكان بديل، أنا وياك كان هسه طلعنا بالحلقة وحكينا على أهل البسطيات وسويناهم هم ناس ما محترمين القانون. لكن إحنا ما نبحث على الجمال الشكلي والناس ميتة من الجوع يا أبو أحمد. شكرا لك لمشاركتك ويانا من بغداد.